في معلومة أنا قريتها ما أعرفش، عايز أستوثقها منك، ده للتاريخ، وأنت ردي عليا بصراحتك المعهودة. قريت إن في فترة من فترات الستينات جهاز المخابرات في أحد الأفراد اللي فيه من الضباط كانوا بيحاولوا إن هم يضغطوا على الفنانات عشان يستخدموهم في أعمال خاصة لجهاز المخابرات. أيوة مظبوط. وخيل إن حضرتك حاولوا معاكي تعملي كده وأنت رفضتي. أيوة مظبوط. احكي لي ايه اللي حصل. لا بعد ما افتكر، بعد ما خلفت بنتي، انا بنتي 62 وتعب، لا بعد حاجه و 65 يعني كنت سكت معاها يمكن. فانا في المعموره يعني بتاع اللي هي مجموعه النصر اللي فوق، ولا واخده كمان النصر، كمان النصر اللي فوق، كان كمان الدين حسين جنبي، ومن هنا مش عارفين جنبي يعني نمره ثلاثه. انا كنت المهم كنت في الكابينة وبجري ورا، كانوا ولادي صغيرين ايه، بجري وراهم عشان اوكلهم وادي لهم او ادي لهم وبجري وراهم. لقيت التليفون بيضرب، واحد بيقول لي عايزين نيجي نقابل حضرتك مين، مش عارف امشي في ايه كده. قلت له احنا تعالى نجوم. طلعوا اثنين ضباط وجايبين لي تذاكر طياره ولا تذاكر قطر ولا مش فاكر. ف مكتب صلاح نصر عايز ليه فيها اسئله لازم تتجوزيها وما تتجوزيش. كان طول حياتي مش في البلد بتاعتي. ما كلمت بابا، وبابا قال لي طب كويس محسن حمدي ده جاي كمان شويه خليه يكلمك، قول لهم يكلموني وانا اتصرف معاهم. فقعدت قلت لهم كلموا بابا، وبابا قال لهم تعالوا روحوا على البيت. فراح ومحسن لقيته بيكلمني، قال لي لا ما تخافيش وبابا هيروح. ان هم الاول ان انا ومراقب يعني انا وضيف اي يعني انه يحجزوا لي يا طياره يا قطر مش فاكر يعني انا ومرافق ليه. فمحسن قال لي ما تخافيش مش حاجه، ده هيسالك كم سؤال وبابا هيروح معاك. اللي هو محسن ده جزء اخت حضرتك اللي انت رحت له. انا عارف ده راجل من ابطال معركه ايلات. انا كنت بعرميتي وكان عندي واحده صاحبتي عايشه في تكساس في امريكا دلوقتي. قلت لها سعد قالت لي طب انا انزل معاكي مصر كمان. قلت لها يلا ركبنا احنا الثلاثه ورحت. كل ما اجي اتكلم على صلاح نصر هو بيعمل لي كده انه فيك اكيد تسجيل في العربيه. يعني ايه عايز مني؟ بابا مش عارف هم عايزين مني ايه يعني. انا ما فيش حاجه عشان اتكلم ولا ما اتكلم. فرحنا المكتب بتاع مصر الجديده ده. دخلنا، دخل بابا، دخلوني المكتب، بابا معايا، صحيت فضل في العربية. وبعدين جاء واحد قال لي مدام ده مكتب صلاح مصر. فبابا قايم قال له لا حسيت له حضرتك تفضل قاعد والمدام بس دي اللي تدخل. فبابا قال له لا مفيش حاجة اسمها أنا أقعد يعني احنا الاثنين مفيش حد داخل. قال له طب دي واحدة راح وراح ورجع. قال له طب رحنا اول بقول لك الفرق الاخلاق بين يوسف الابتدائي اللي قبلي من مكتب طويل قد شقدي وقدامه ثلاث مرات من مكتبه لي ومحمد فاقي نفس الحكايه. فضل لقيت واحد قاعد عند المكتب. دخلت انا وبابا قال قعدنا قدامه انا كده وبابا كده وحد التسجيل. قال لي انت بتعرفي علي شفيق؟ قلت له اه. بتعرفي لها صبري؟ قلت له طبعا مراته. ومين كان بيروح عنده؟ كنت بتروح عليه؟ وانا اقول لك القصه ايه السبب اللي انا رحت عند علي شفيق بالصدفه غريبه يعني. علي شفيق كان مدير مكتب المشير عام. ايوه. ف ومين بيروح؟ احمد رمزي بيروح. قلت له ما شفتش احمد رمزي، ما كانش الوقت اللي انا كنت بروحته ما كانش في احمد رمزي. طب مين تاني؟ قلت يا اما اه شفت يا اما شفت. وبعدين قلت له ده انا ما عجبتوش يعني لاني معيده شكلي عيل. فقلت له ما عجبتوش. قال طب حضرتك اتفضلي ومشيت. هل حاولوا يتصلوا بيكي بعد كده؟ لا لا. حاولوا يستخدموكي في اي حاجه؟ انا ما عجبتوش هنديها ايه؟ دي كانت المره الوحيده. المره الوحيده. هو بابا برضه وجود بابا اكيد كان ليه دور. لا بابا يعني استغرب ايه اللي في الادب دي يعني. لا وهي تروح تخش لوحدها وانت تفضل قاعد ده هنا. بس اصل كان في ساعتها قضيه اسمها قضيه انحراف جهاز المخابرات وكانوا بيستخدموا بعض الفنانات. ايوه ايوه. والتحقيقات دي اتسربت بره في بيروت. ايوه 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 ايوه.
ايوه طبعا في حاجات كتير يعني الظاهر انا بقول لك مش من الستات اللي بتغلي.